صحيفة سبورتس الأسبانية، ودي صحيفة قريبة جدا من نادي برشلونة، كل أخبارها بنسبة 100% بتكون صحيحة. قالت إن نادي برشلونة على أعتاب التعاقد مع نجم المنتخب المغربي. هنعرف التفاصيل وهنعرف العرض الكبير جدا المقدم من نادي برشلونة لنجم أسود الأطلس، لكن وصل لك الفيديو، اعمل لايك زي الشاطر واشترك في القناة ويلا بينا. طبعا كلنا عارفين المعاناة الكبيرة اللي بيعانيها نادي برشلونة في الخط الهجومي. طبعا في كلام ان رافينيا هيروح الدوري السعودي، وان ليفاندوفسكي برضه قريبا من الرحيل، وبالتالي مفيش خيارات هجوميه عند نادي برشلونه. علشان كده في كلام بيتقال ان نادي برشلونه بيقدم عرض رسمي الى نادي جالاتا سراي التركي من اجل التعاقد مع حكيم زياش. الصفقه هتكون صفقه مجنونه، صفقه مفاجاه جدا لو حصلت، لان ما كانش حد بيتكلم عليها خالص، الا ان صحيفه سبورتس اكدت ان زياش على اعتاب نادي برشلونة. الصفقة ممكن تكون إعارة مع أحقية الشراء، وزياش هياخد راتب محترم يتضاعف مرتين أو ثلاثة عن الراتب اللي بياخده مع نادي جالاتا سراي.